شبكة الموسوعة الإسلامية تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلاد شنقيط، أضواء البيان، الدراعة الموريتانية، أمور ثلاثة تتعلق بشخصية الإنسان الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة. أما البلاد فهي التي ولد فيها ونشأ، وأما أضواء البيان فهو الكتاب الذي نشر وعم وأفاد، وأما الدراعة فهي الزي الموريتاني الذي ارتديناه على هذه الأرض الموريتانية عندما وصلنا إلى هنا لنرصد تفاصيل حياة الإنسان والعلامة الشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي. عذب من العرفان فاض معينه، نعما أجاد بها عليك جواد، وحي من الفصحاح جاك سماؤه، إذ أرضه قلب يعي وفؤاد، عقد به جيد الزمان مطوق، وحلا لأبناء الزمان تجاد. القدماء من السلف يعتنون بحياة شيوخهم وعظمائهم لأجل أن تقتدي بهم الناشئة، ولأجل أن يستفاد من حياتهم، وكيف استفادوا من حياتهم وكيف تفوقوا، رحمهم الله جميعا. وأما موضوع حديثنا وهو الوالد الشيخ، اسمه محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر، يعني الجكني، والجكنيون قبيلة تنتسب إلى حمير في بلاد موريتانيا. وهو ولد رحمه الله سنة 25 و300 ألف من الهجرة في الولاية الثالثة من موريتانيا، وهي تسمى ولاية العصابة، وولد في مكان يسمى تنبا. بناء شنقيط كانوا يتخذون العلم مطية، والطبيعة كانوا يعيشون في كهف من الصحراء مسجود من كل باء، ليس لهم سلاح إلا الذاكرة، يكتبون على الألواح، ألواح من الخشب، وفي عيدان من الحطب، وفي حجر، نقرة حجر، وكان اعتمادهم على الذاكرة، فنبغوا في ذلك. كانوا يحفظون المدونات كلها، ورغم ترحلهم فما هم إلا كما وصفهم المختار المولى، قد اتخذنا ظهور العيسى مدرسة بها نبين دين الله تبيانا. كانوا على رواحلهم يدرسون، وفي مواطنهم يدرسون، وفي ترحالهم يدرسون، كان العلم هو هم كل واحد منهم. وهذه البيئة تمتاز بالتعليم، فإن الرجل إذا كان غير متعلم إذا خطب لا يزوج، فكان هذا من الحوافز. البلاد هنا كان فيها بعض الأسر الذين يعطيهم الله سبحانه وتعالى الذكاء، ولكن الشيخ كان ذكاؤه فائقا، إذا سمع شيئا يحفظه مرة واحدة، وإذا قرأ شيئا كذلك لا ينساه، وحفظه طبيعة حفظه للقرآن الكريم. كانت أخته هذه التي تسمى من الخيرات تقول له: أنت تفوقنا بشدة حفظك للقرآن الكريم، يعني طبيعة حفظه القرآن الكريم فاق فيها الأقران. حفظ القرآن صغيرا، حتى إن شيخه يقول، وهو خاله، كان يقول: أنا لا أستطيع أعطيك الإجازة في حفظ القرآن ورسم المصحف لصغارك، حتى تترك عنك وضع الفخ للطيور. ثم بعد ذلك أعطاه الإجازة وحصل يعني علم النحو وعلم يعني اللغة العربية والأنساب كله في محيطه الذي عاش فيه وبيئته التي عاش فيها. وكان وحيد أبويه، وتوفي عنه والده وهو صغير، وكان في بيت أخواله وهم بنو عمه،
ففرغوه للتعليم. انتهز الشيخ محمد الأمين الشنقيطي هذه الرعاية من لدن أخواله وهذه البيئة المعينة على التلقي وطلب العلم، فانكب على الدراسة وترك كل ما يشغل عنها قاضيا ليله ونهاره في التحصيل العلمي. وكان المكان الأبرز لذلك هو المحضرة، وهو مكان زرناه في بلاد شنقيط ورأينا عددا من رواده وسألنا الأساتذة فيه.